شكون اللي موراها؟ موراها علي حداد اللي ريبريزونتي فيزيوم هو محمد يعقوب، وهذا محمد يعقوب هو شريك علي حداد في الشركه الفرنسيه اللي حكيت لكم عليها اللي اسمها ايك، وهذا محمد يعقوب هو اللي جاب هو علي حداد قال له جيب الشركه الفرنسيه وندو بها لي زافير وندخلوا فيها، كما قدروش ينافسوا لي زونغلي ولي زالمون يعني سميث ايمن وما قدروش يديروا خير منهم باسكو ما يخدموا لي سكانر ما عندهم ميور سيرفيس ما عندهم دي ميور غارونتي، راحوا صبطوا المارشي معك السال هذا صاحبهم هذا الخبيث والخاين، لانك انت كي تستعمل المال العام وتصابوطي بلادك وتصابوطي مشروع كبير كما مطار تاع وهران ودير هادو المشاكل، اوركوهم لي دوسيام لي دوكيمون قدامكم.